الرموز التي باركت هذا المكان الطاهر. نباركني أحبائي كل بركة كل واحد فيكم جيد من سفر ومشي خطوتين ثلاثة عشان يجي ياخد البركة من هذا المكان الطاهر. قم النور تشفع فيه وربنا يعطيكم صدق قلبكم. ويا أنا بسأل يعني وبطلب منكم محدش يدخل البيت ويخرج زي ما هو. يعني تصلي وقلبك يتغير تسمع كلمة ربنا علشان الشفاعة تكون ممنوع تكون قوية في حياتك. كل سنة وانتم طيبين ونشوفكم الساعة 7:30 في الساحة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وبعد انتهاء الدورة بأول يوم باحتفالات العذراء زي ما احنا شايفين الأنبا يؤنس بعد الانتهاء